تحت شعار أهداف التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، ينطلق في 29 من شهر سبتمبر الجاري أعمال منتدى رؤى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح، والذي يعقد سنويا بتنظيم من ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والذي سيعقد هذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي. وسيوجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رسالة إلى المنتدى تتناول رؤى سموه حول سبل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي أفرزتها جائحة كورونا على المستوى العالمي. وأوضح معالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة أن منتدى رؤى البحرين يأتي في سياق الاهتمام المتزايد الذي يوليه سمو رئيس الوزراء الموقر لمساندة ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، ارتكازا على الجهود التي قادها سموه لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية قبل حلول موعدها، وما أنجز حتى الآن من تقدم في دمج وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. من جانبه رحب الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في رسالة رسمية وجهها إلى ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع الديوان في تنظيم منتدى رؤى البحرين لهذا العام بهدف بحث سبل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، معربا عن دعمه وتطلعه إلى نجاح المنتدى بما يسهم في تعزيز التعاون مع مملكة البحرين في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بفيروس كوفيد-19.